انضم الينا برضو عبر الهاتف الاستاذه كريستيان ديميان، كريستين ديميان، احد شهود العيان. تحياتي لحضرتك استاذه كريستيان، ويعني اهلا خالص وسهلا، التعازي في شهداء الوطن. متشكرة جدا لحضرتك. يعني ايه اللي حصل بصي، بالظبط، وحضرتك كنت حاضره من الاول ولا لا؟ لا انا كنت رايحة لسه في الطريق، سمعنا الصوت. هو الصوت كان مكتوم، يعني ما كانش في الشارع. جرينا طبعا كلنا على الكنيسة، مش قادرة طبعا اقول لك على المجزرة والكارثة اللي احنا شفناها. دي حاجة. تاني حاجة، احنا الباب الكبير عندنا في الكنيسة طب كله أستاذة كان كريستين، الأول أنت كنت بره الكنيسة ولا جوه الكنيسة؟ كنت برضه، بره الكنيسة. طب وسمعنا الصوت. دخلنا كوفي. طيب الصوت مش واضح أستاذة كريستين، الصوت مش واضح أنا يعني، معاكي، أنا معاكي، اتفضلي. أنا عشان في المستشفى ما فيهاش شبكة. طب مستشفى إيه يا أستاذة كريستين؟ المنشاوي، المنشاوي العام هي اللي بتستقبل، مستشفى المنشاوي ومستشفى الجامعة، وهم دول اللي انت مع كل حد في اللي المستشفى يا فيهم. استاذه كريستين؟ ايوه انا ليا ابن خالي، ماله، طمنينا ابن عليه يا خالي استاذه كان كريستين. طب في صف الشمامسه، كان موجود في الشمامسه دي طب طمنينا تمامه. على حالته، طمنينا على حالته. مصاب، مصاب. كل اللي موجودين عندهم حروق وعندهم شظايا من كل جسمهم غير المصابين. هو كارثه، التفجير كارثه حصل بمعنى الكلمه، كارثه. أستاذة كريستين، هو التفجير حصل قدام عند الشمامسة صح؟ التفجير حصل قدام عند اول صفين من الرجال، عند الكرسي اللي بيقعد عليه البابا، عند كرسي البابا قبل صفوف الشمامسه بالظبط. طيب بعد ما التفاحم كله هناك، الاشلاء كلها هناك، العدد المهول. طبعا العدد لا يقارن باللي احنا شايفينه بعينينا هنا. ايوه، يعني عدد الوفيات قد ايه بالظبط؟ عدد المصابين قد ايه بالظبط؟ احنا حوالي اللي داخلين قدامنا بس بيقولوا هنا في المنشاوي حوالي 49 او 46 متوفي؟ متوفيين متفحمين. في ناس ما واصله هنا من غير راس. انا قدامهم، ولو عايزاني اصور لك اصور لك. في ناس واصله من غير راس، في ناس واصله من غير بقيه اجزائهم خالص. صور الشوكات بتاعتهم متعلقه في الاشلاء، ما فيش حد واصل سليم. طيب كملي يا استاذه كريستين، انا مع حضرتك، اتفضلي. يعني يا ريت، وانا بقول برضو يعني يا ريت التبرع بالدم، يا ريت بسرعه. احنا ناس كتير جدا بصراحه موجوده يعني في انتوا الفرح، بس محتاجين برضو اكياس دم محتاجين يا استاذه كريستين؟ في العنايه، وفي ناس كتير جدا في العمل. استاذه كريستين يعني الدم اخباره ايه، محتاجين اكياس دم؟ لا الحمد لله كتير جدا موجودين هنا من اخواتنا، كلهم موجودين بيتبرعوا طبعا. بس يعني اكيد هنحتاج، اكيد هنحتاج مستشفيات ثانيه استقبلت المصابين الباقيين. انا بتكلم عن المستشفى اللي انا فيها دلوقتي. طب استاذه كريستين، انت اتكلمتي مع ابن خالك المصاب؟ ايوه اتكلمت معاه، هو بيتكلم يعني، بيتكلم كويس يعني، صوته بيطلع، حالته ايه، طمنينا عليه. بيتكلم بس هيدخل عمليات دلوقتي لانه عنده شظايا جامده جدا، ولازم طبعا انت يدخل جنبه يا عمليات استاذه عشان كريستين، نقدر نكلمه ونطمن عليه؟ لا لا طبعا انا بره الاوضه، ما مش هينفع، اكيد مش هيقدر يتكلم دلوقتي يعني. بس كل اللي انا بقوله لك ده اللي انا شايفاه. طب استاذه كريستين، كان في تفتيش ذاتي قبل دخول الـ 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 الكنيسه؟ ايوه في بوابه، ما هو ده اللي بقوله لك. احنا البوابه الكبيره مقفوله، البوابه الكبيره مقفوله، بنعدي من باب صغير جدا 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 عليه بوابه الكترونيه. عدى ازاي؟ ايوه، ما انا بسأل حضرتك، ده في تأمين من ايوه الكنيسه، بيبقى تأمين، في يبقى تفتيش، في تفتيش، بس معنى اللي عدى ده عدى، يبقى بقى في تراخي في الموضوع. الكنيسه من امبارح بالليل، مش من امبارح، من مده وهي تحت الحراسه بتاعه الشرطه، والمفروض هم يأمنونا. طب ده دخل شهاده، ازاي؟ طب هم اللي استاذه المفروض كريستين، يأمنونا. استاذه كريستين يعني ده شهاده منك في حق الامن او الداخليه، طيب دخل ازاي بقى ما دام في تامين؟ ما انا بقى عايزاهم هم بقى يقولوا لنا دي شهاده ايه؟ لا دي مش شهاده، هم مستلمين الكنيسه، المفروض هم اللي يأمنوا الكنيسه. ان شاء الله كل واحد من بتوع المفرقعات دول يدخلوا يقفوا جنبنا جوه. ما فيش كلاب حراسه تشم اي بارود من اي نوع، ما ولا فيش في كلاب حاجه بوليسيه تشم خالص. المفرقعات.
طيب. يا صاحبتي البوابه الصغيره اللي محطوطه، ولما بنزمر ونعدي ما حدش بيوقفني. طيب يعني بنشكر الأستاذة كريستين دميان و